مع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي السنه اللي فاتت او اللي قبلها، اللي هو البريكزيت لو انت سمعتوا عنه، اللي هو مال الاخبار في كل مكان ده. بريطانيا حطت شروط معينه اللي هي تجيب مثلا الناس من جميع انحاء العالم، مش لازم يكون اوروبا بس. فالنظام الجديد ده قايم على النقاط، بمعنى لو انت وصلت 70 نقطه هتقدر تدخل بريطانيا وتقعد فيها وتعيش فيها وتاخد اقامه دايمه، لو حققت الشروط المتاحة اللي هي فرضتها وزارة الداخلية هنا. السبعين نقطة دول بأول 10 نقط اللي هو بيبقى اللي انت بتتكلم انجليزي كويس، لو معك شهادة بتثبت اللي انت بتتكلم انجليزي كويس ده 10 نقط. طبعا المهارات العلمية بقى، ولازم يكون الشغل اللي انت جاي عليه جاي عن طريق دعوة او عن طريق الشركة قبلتك من قبل ما تقدم على الهجرة اصلا من الاول. يعني انت مثلا تعمل شوية تدور على الشغل على الانترنت والكلام ده، لقيت الشغل والشركة قبلتك، تمام، ده اول مرحلة من مراحل الهجرة. فده هيعزز الملف بتاعك اللي انت تيجي هنا بريطانيا. طبعا لو انت معك شهادة دكتوراه ماجستير الكلام ده بيعزز موقفك، بمعنى اللي انت بتاخد 20 نقطة اضافية، يعني 10 للانجليزي 20 للشهادة الدكتوراه والماجستير، ده بيبقى مثلا 30 نقطة. ده بيبقى مثلا بضاف اللي انت معك شهادة علمية في الرياضيات العلوم التكنولوجيا الطب، ده بيعزز موقفك اكتر ب 20 نقطة. فهو كله النظام الهجرة الجديد ده قايم على ان انت تكون على قدر كافي من الكفاءة العلمية، لان مش هجيب واحد مثلا من دولة معينة عشان يجي يشتغل هنا في مطعم على سبيل المثال. لا، النظام ده اغلبية الناس مفكرة ان النظام اي حد ممكن يجي، بس اللي انا عايز اوضحه للناس لان هو بيحاولوا يستقطبوا كل الكفاءات العلمية من مختلف دول العالم عشان تعزز الاقتصاد البريطاني. دي كان مشروع قانون ناقشوه في مجلس اللوردات ومجلس النواب هنا في بريطانيا، لان طبعا مخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ده هيقلل النمو الاقتصادي شويه في بريطانيا، لان معظم الشركات او بعض الشركات بدات تمشي من بريطانيا هنا. فعشان يعززوا الاقتصاد البريطاني، لا انا هجيب مثلا احمد زويل من مصر هقعده في انجلترا هنا، هديله الإقامة الدائمة، ممكن ياخد الجنسية بعد 5 سنين أو 10 سنين، ويعزز الاقتصاد بتاعي بأفكاره العلمية، هيفيد البلد بمعنى صريح كده. فالنظام النقط ده زي ما قلت، أنت تاخد أو تدور على شغل الأول، تاخد العقد من الشركة، وبعد كده تبدأ إجراءات الهجرة سهلة. بس أهم حاجة إن أنت تلاقي الشغل، مش إن أنت مثلا تروح السفارة تقدم على الهجرة أنا معايا شهادة إنجليزية بتفيد إن أنا بتكلم إنجليزي كويس ده 10 نقطة، أنا معايا شهادة علمية ماجستير أو دكتوراه ده 20 نقطة، تمام. ده بارت أو ده جزء من النقاط، بس الجزء الأهم اللي أنت تلاقي شركة تعملك سبونسر أو شركة تجيبك هنا الأول وبعد كده تقدم على النظام ده، عشان بس أوضح للناس المعلومة الصغيرة دي. الإجراءات بتاعة البريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعقدت في الأشهر الماضية اللي عدت دي، لأن الاتحاد الأوروبي بيحاول اللي هو يحط عوائق قدام بريطانيا خصوصا مع التجارة. فبريطانيا بتحاول دلوقتي اللي هي تفتح مجالات كتير قدامها كانت مقفولة بإراداتها، لأنها طبعا مش محتاجة. هي دلوقتي الاتحاد الاوروبي بيحاول يحارب بريطانيا عن طريق الاقتصاد، وطبعا انتوا خرجتوا خطوات تمام عشان نسهل لكم الاجراءات الجمارك والكلام ده، بس هما دلوقتي بيلعبوا على وتر العالم كله بقى دلوقتي، يعني مش بس اوروبا، لا ده هو مثلا بيعمل دلوقتي تجاره مع مصر، تجاره مع الامارات، تجاره مع دول كتير، برازيل، الارجنتين. فمن ضمن الاجراءات اللي بريطانيا دلوقتي بتتبعها اللي هي بتستقطب المجالات اصحاب المهارات العاليه من جميع انحاء العالم عشان يجوا هنا ويعززوا الاقتصاد البريطاني. فده عشان الناس تفهم ليه بالذات بريطانيا او السنه اللي جايه دي ان شاء الله في شهر يناير بريطانيا فتحت مجالات الهجره، مع ان ما كانش في اصلا مجالات الهجره. اللي هو الدول الوحيده اللي بتعمل النقط هي كندا، نيوزيلندا، امريكا، ساعات المانيا، بس مش قوي يعني. بس ليه بالذات بريطانيا فتحت المجال ده؟ عشان البريكزيت، عشان الاقتصاد البريطاني تعزز. فالناس اللي بتفكر، الناس اللي عارفين يعني ايه نمو اقتصادي
ففي في خبرات يعني قالوا طيب تمام، طب احنا عايزين ندفع عجلة التنمية شوية في بريطانيا، فهنعمل ايه؟ نجيب الخبرات من جميع انحاء العالم. فده نقطة بسيطة عايز اوضحها لكم النهاردة. نظام النقط في بريطانيا هنا مش اللي هو اللي انت مثلا هقدم يا نروح السفارة يلا نطبع الابليكيشن نكتب بياناتنا، لازم تعمل سيرش. لازم لو انت مثلا دكتور او مهندس الكتروني او متميز في مجال معين من القائمة اللي السفارة او الحكومة طلبها، لازم تلاقي سبونسر، لازم تلاقي صاحب عمل هيجيبك هنا الاول او بعت لك العقد، بعد كده تمشي في اجراءات الهجرة دي عشان الناس ما تفكرش اللي هو سهل وبعد كده يندموا اللي هم ما عملوش سيرش او بحث الاول عن الموضوع ده. فرب يكون ده شرح بسيط للموضوع الهجرة ببريطانيا بنظام النقط. لا سلام عليكم.